تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. قبل لا نبدأ مستمعينا الأعزاء، أحب أني أرحب فريق عملي المميز اليوم. عندنا في الإعداد أستاذ يوسف سعد من هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وأيضا مستمعينا الأعزاء أرحب بمشاركاتكم وبتواصلكم خلال هذا البرنامج على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن البرنامج هذا يعني برنامجنا الجديد بنوعات جديدة وأيضا معلومات جديدة، عندنا أخبار الصحة والأخبار الصحية والعلمية التي تهم كل أفراد المجتمع، أيضا هناك الكثير من المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على منصات السوشيال ميديا. وأيضا مستمعينا الأعزاء عندنا فقرة مهمة اليوم عن شرب القهوة، هل هي ممكن نحن نشرب القهوة أول الصبح أو بعد الفطور؟ وأيضا عندنا فقرة مميزة أخرى عن موضوع التغذية الصحية والتغذية السليمة وتعزيز جهاز المناعة. وآخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم بيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى مع فقرة خاصة عن صحة المسنين ومشكلات الزهايمر وكيفية التعامل مع المصابين به ورعايتهم. فخلنا ناخذ مستمعينا الأعزاء هذا الخبر، ما هو المفيد؟ هل تناول قهوة الصباح بعد الإفطار أم قبل الإفطار؟ اعتاد الكثير من الناس تناول القهوة القوية في الصباح الباكر بعد الحصول على قسط قليل من النوم، ولكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أنه قد يكون من الأفضل تناول وجبة الفطور أولاً. ووجد دراسة أيضا نشرها موقع CNN العربي أن تناول القهوة قبل الإفطار قد يكون له تأثير سلبي على التحكم في نسبة مستويات السكر بالدم، وهو عامل خطر للإصابة بمرض السكري وأيضا أمراض القلب الأخرى. البروفيسور جيمس بيتس الأستاذ والمدير المشارك لمركز التغذية والتمارين الرياضية والتمثيل الغذائي في جامعة باث في المملكة المتحدة قال في بيان صحفي: نحن نعلم أن معظمنا تقريبا يستيقظ في الصباح وقبل القيام بأي شيء آخر نشرب القهوة بشكل حدسي، كلما شعرنا بالتعب كلما كانت القهوة أقوى. وأشار أيضا البروفيسور بيتس إلى أنه حتى الآن لدينا معرفة محدودة جدا حول ما يفعله هذا بأجسامنا، ولا سيما من أجل عملية الأيض والتحكم في مستويات السكر في الدم. وأيضا مستمعين الأعزاء، ومن أجل الدراسة طلب الباحثون في جامعة باث في المملكة المتحدة من 29 رجلا وامرأة من الأصحاء المشاركة في 3 تجارب مختلفة عند المساء، وأيضا في فترة لا تقل عن أسبوع بين التجارب. وفي إحداها كان المشاركون ينامون ليلا بشكل طبيعي تقريبا من الساعة 11 مساء حتى الساعة 7 صباحا، وطلب منهم تناول مشروب محلى عند الاستيقاظ في الصباح الباكر. ثم خاض المشاركون أيضا تجربة النوم المتقطعة في الليل من خلال إيقاظ الباحثين لهم كل ساعة لمدة 5 دقائق عن طريق إرسال رسائل نصية توجب على المشاركين الرد عليها، وعند الاستيقاظ تناول المشاركون أيضا المشروب المحلى ذاته. وفي ليلة أخرى خاض المشاركون أيضا تجربة النوم متقطع ذاتها، ولكن هذه المرة تناولوا قهوة سوداء قوية قبل 30 دقيقة من تناول المشروب المحلى عند استيقاظهم. ووجدت الدراسة مستمعينا الأعزاء أن ليلة واحدة من النوم المتقطع لم يؤدي ذلك إلى تفاقم نسبة الجلوكوز في الدم واستجابات الأنسولين لدى المشاركين مقارنة بالنوم العادي في الليل،
على الرغم من أن الأبحاث السابقة أشارت إلى أن فقدان ساعات عديدة من النوم أو عدة ليال أخرى من قلة النوم قد يكون له تأثير سلبي. وأيضا ذكر البروفيسور بيتس أنه إذا تناولت وجبة فطور تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وخاصة السكر، فمن المؤكد أن ذلك سيقلل من ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم الذي نراه بعد تناول الطعام. ومن تناول قهوة الصباح إلى خبرنا الثاني، جهاز يحسن صحة العين في 3 دقائق. مستمعين الأعزاء، طبعا هذا خبر جيد، يعني معني بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بعض المشاكل في شبكية العين. تمكن البروفيسور البريطاني جيلين جينيفر من معهد UCL الطبي لطب العيون من ابتكار جهاز يستطيع تحسين صحة العين خلال 3 دقائق فقط. ووفقا لجيفري البروفيسور جيفري فإن الجهاز المبتكر يعالج مشاكل الشبكية للأشخاص فوق 40، إذ يقوم بإعادة تشغيل الشبكية المسنة عن طريق دفعات قصيرة من الضوء الأحمر طول الموجة. وقال البروفيسور: دراستنا تظهر إنه من الممكن أيضا تحسين الرؤية بشكل كبير لدى المسنين، وذلك باستخدام تعريضات بسيطة وجيزة الأطوال موجات الضوء التي تعيد شحن نظام الطاقة الذي انخفض في خلايا الشبكة أو الشبكية. هذه التكنولوجيا بسيطة وآمنة أيضا. وأشار البروفيسور والعالم البريطاني إلى أن النظر إلى الضوء الأحمر طويل الموجة لمدة 3 دقائق في اليوم يمكن وأن يحدد الشبكية ويحسن البصر بسرعة كبيرة تكافح تدهور الرؤية. وقال أيضا: حساسية الشبكية ورؤية الألوان تتقلصان تدريجيا مع وصول الشخص إلى مرحلة الشيخوخة. مستمعين الأعزاء، ومثل ما عودناكم عندنا الفقرة الثانية، فقرة السوشيال ميديا ومستجدات السوشيال ميديا وأهم متداولات فيها سواء على صفحات الهيئة أو الصفحات الأخرى ذات العلاقة والشؤون الصحية. نستمع مستمعين الأعزاء مع زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أختي أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور أخوي عز الله عليكم وعلى كل متابعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا بك أختي أسماء، ودائما نحن طبعا ناخذ الطاقة الإيجابية منك ونسمع عن مستجدات السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. نحن أخوي عبد الله يوميا نحط النصائح التوعوية بكل ما يتعلق بكوفيد 19 وكيف الإنسان ممكن يتعايش ويعيش حياته مع وجود هذه الجائحة. من ضمن النصائح كنا حاطين بعض النصائح للطلبة، ننصح أولياء الأمور دائما أن يخبرون عيالهم أن يتأكدون دائما من نظافة مكتبهم، وأيضا من عدم تبادل الأدوات المدرسية مع زملائهم أو مع الأشخاص الموجودين خادم، ولا يأخذون أغراض غيرهم. هاي من ضمن النصائح اللي حطيناها. أيضا هيئة الصحة أمس دشنت قسم الأشعة والأشعة الداخلية المطور في الاستفارات، هاي كان من الأخبار اللي كان عليها تفاعل كبير. من ضمن النصائح اللي حطيناها كيف ممكن العناية بكبار السن في البيت خلال جائحة كورونا، وكيف الأشياء لازم يسوونها لحماية أنفسهم من أنهم يقطعون المرض. مثل ما تعرف أخوي عبد الله أن كبار المواطنين يعني هم الأكثر عرضة لمضاعفات المرض، والاهتمام فيهم جدا مهم. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطين ترويج أن تم نقل خدمات تقييم المصابين بكوفيد 19 من عيادة جلالية دبي إلى مركز الخوانيج الصحي، والمتعاملين في مركز الخوانيج الصحي يقدرون يتواصلوا على الرقم المجاني إذا عندهم مثل أعراض يبغون يروحون مواعيدهم، ممكن الكول سنتر بيساعدهم أن يعرفون وين المركز الصحيح ويقدرون يتوجهونه. لكن مركز الخوانيج الصحي هو صار مركز تقييم لفيروس كورونا المستجد فقط. أيضا كل المراكز ننصح للناس تأخذ مواعيد وتتصل في مركز الاتصال الموحد قبل ما يروحون أي مركز.
هاي تقريبا من الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي. نروح للقنوات الأخرى مثل ما تعرف أخوي عبد الله أنت كانت الإحاطة الإعلامية وأكدت الإحاطة الإعلامية على وجود منهجية خاصة للمراقبة والتفتيش للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع إمارات الدولة. نعم. أيضا يعني نحن دائما ننصح أن نحن الأشخاص يتابعون حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي لأنهم يحطون كل الأبديت المتعلق بإمارة دبي من ناحية إذا كان في مخالفات يومية إذا كان في أي أمور أو مستجدات دائما راح يكون موجودة أيضا في حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي. تقريبا هاي الأشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي. لكن حد نحن نأكد ثم نأكد دائما على بعض الخدمات اللي الناس ممكن تستفيد منها خلال هاي الجائحة منها طبيب لكل مواطن إذا شخص حس أنه مثلا حالته مش طارئة ممكن يستفيد من خدمة الاستشارات الطبية عن بعد اللي هو طبيب لكل مواطن ويقدر يحجز الموعد من خلال التطبيق. أيضا إذا شخص حس أنه يبقى يفحص لفيروس كورونا بدون ما يكون عليه أعراض ممكن أو حتى لو كانت عنده أعراض لكن يعني مش أعراض كبيرة ممكن أيضا يحجز موعد عن طريق التطبيق تطبيق هيئة الصحة بدبي. فممكن يحجزون تطبيق للاستشارة ممكن يحجزون تطبيق في التطبيق أيضا لفحوصات فيروس كورونا المسبب. تقريبا هاي الأشياء بشكل عام اللي كانت صايرة في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية. الأستاذة أسماء الجناحي كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء بعد السوشيال ميديا وأمس بالأمس تحدثنا عن جهاز أو المصطلح الطبي ماموغرام اللي هو الكشف عن بعض الأمراض واللي هو مرض سرطان الثدي. اليوم عندنا مصطلح طبي آخر بنتكلم عنه ولكن بعد الفاصل أوستيوبروسيس معني الأوستيوبروسيس بنتكلم عنه أكثر بعد الفاصل. بناخذ معاكم فاصل مستمعينا الأعزاء وراجعين. صحة وسعادة مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي. أيضا نرحب بكل من انضم إلينا في هذا البرنامج وأيضا من هذا البرنامج مستمعينا الأعزاء نرحب بمشاركاتكم ونرحب بتواصلكم ونرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وناخذ مستمعينا الأعزاء مصطلحنا الطبي لهذا اليوم. بالأمس مثل ما ذكرناكم خذنا مصطلح الماموغرام ولكن اليوم مصطلح الأوستيوبروسيس يعني هشاشة العظام. هشاشة العظام أو تخلخل العظم وهو مرض يسببه انخفاض في كثافة العظام أو رقاقتها وهي حالة تصيب نصف السيدات وثلث الرجال فوق السن 70 تكون مصحوبة بآلام شديدة وتجعلهم أيضا معرضين للكسور. يعد طبعا مرض هشاشة العظام من الأمراض المنتشرة بكثرة على مستوى العالم أجمع وهو من الأمراض التي لا تظهر لها أعراض واضحة حيث يحدث ضعف تدريجي في العظام والمفاصل نتيجة لفقد عنصري الكالسيوم والحديد وكذلك بعض المعادن الضرورية. وهذا النقص يسبب حدوث أيضا مسامات في العظام مما يصيب الجسم بترقق عظام وكسرها بسرعة عند حدوث أي حوادث مهما كانت بسيطة مثل السقوط على الأرض. ويتطور هذا المرض بشكل بطيء وصامت وتزيد أيضا حدته مع التقدم في العمر ويكتشف عادة عندما يتعرض العظام للكسر وخصوصا العظام الموجودة في العمود الفقري وعظام الفخذين والرسخين.
وأيضا هناك مستمعين الأعزاء بعض الأسباب للإصابة بمرض هشاشة العظام، مثلا سوء التغذية وضعف الصحة العامة، وأيضا بعض الالتهابات المزمنة، ومشكلات أخرى في عدم امتصاص الجهاز الهضمي الطعام بشكل طبيعي، وأيضا لدى النساء انخفاض هرمون الاستروجين. مستمعين الأعزاء، من بين الأقسام الطبية المتخصصة التي يتميز بها مستشفى راشد بدبي بهيئة الصحة بدبي بشكل عام، يأتي قسم جراحة الأوعية الدموية المزودة بأحدث التقنيات التي تقوم عليها كفاءات وخبرات طبية عالمية المستوى. حول إمكانيات القسم وما يوفره من خدمات، يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا دينا محمد القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتورة ديما، صباح الخير. صباح النور والسرور والصحة والسعادة. كيف حالك عبد الله؟ الله يحييك دكتورة ديما. الله يحييك، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. احنا طبعا يعني فخورين جدا الحقيقة دكتورة ديما على قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد، وتحدثنا نحن يعني يمكن في فقرات سابقة اللي يميز هذا القسم دكتورة اللي هو التجانس الطبي اللي موجود بين فريق العمل في هذا القسم. يتم أيضا يعني من خلال معرفتنا متابعة حالة المريض من جوانب مختلفة. حابين دكتورة نعرف أكثر في البداية التعرف إلى قسم جراحة الأوعية الدموية وإمكانياته بمستشفى راشد بدبي. نعم حمد الله، نحن في هيئة الصحة في دبي فريق الأوعية الدموية أو جراحة الأوعية الدموية يتكون من 7 جراحين ما شاء الله هم على كفاءة عالية من الخبرة ومن جميع أنحاء العالم، خلنا نقول يعني التخصصات اللي من عندهم شهادات عالمية أوروبية أمريكية، فسبحان الله تضم في دبي تضم الخبرات المختلفة من جميع أنحاء العالم، وبالتالي هاي طبعا مثل ما تفضلت تعطي انسجام جميل في يعني دائما لما تختلف حتى الآراء تعطيك خبرة واسعة لما أنت تتبادل الخبرة، تتبادل مثلا النقاشات العلمية المؤتمرات العالمية لما نحضرها. فالحمد لله على جاهزية كاملة الفريق في لخدمة جميع المراكز الهيئة وجميع مرضى الأوعية الدموية، سواء الطارئة أو المرضى داخل المستشفيات أو العيادات الخارجية. مقرنا إحنا 7 أطباء مقرنا في مستشفى راشد، ولكن التغطية تتم على يعني عندنا آلية معينة لتغطية جميع مراكز الهيئة حتى المستشفيات الخاصة إذا احتاج الأمر في الحالات الطارئة. نعم. يعني يتم استشارتنا أو جذب المريض إلى مستشفى راشد. نعم. أيضا دكتورة، يعني قسم جراحة الأوعية الدموية من الأقسام مثل ما ذكرنا يعني أقسام دقيقة، لأن معني بالأوعية الدموية والشعيرات الدموية، وأيضا دكتورة ديما وجود هذا القسم في مستشفى راشد وأيضا مركز الإصابات والحوادث من المراكز المتقدمة يعني على مستوى يمكن الشرق الأوسط، والحالات المتكررة يعني اللي عندهم كثير من المشاكل فيه حول هذا الموضوع الأوعية الدموية. بماذا يختص دكتورة يعني هذا المركز الأشياء الدقيقة المميزة في قسم الأوعية الدموية؟ نعم، كما نعلم جميعا أن مستشفى راشد يحتوي على مركز الإصابات وهو يمكن المركز الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. نعم. بالتالي ترد حالات الحوادث، هاي طبعا من أخطر الحالات أو من أخطر الإصابات اللي تردنا اللي إلى مركز الحوادث، اللي هو إصابة حوادث الطريق أو حوادث العمل اللي يكون فيها مثلا كسور وتهتك في العظم يصاحبها تهتك في الشرايين أو صحيح. تمزق في الشرايين، وهي تعتبر من أدق ومن أحرج الحالات اللي تصل إلى مركز الطوارئ. ليش؟ لأن إذا انقطع الدم عن الساق أو عن الإيد أو عن أي طرف أو عضو من الجسم يؤدي ذلك إلى موت هذا الطرف. صحيح. وبالتالي عندك الوقت مهم جدا، يعني لازم أن الدكتور خلال 10 دقائق يعاين المريض ويحوله إلى قسم العمليات لاستعادة سبحان الله شريان الحياة أو الشريان الدموي. إذا ما صار
طبعا احنا يعني نتسابق احنا والوقت كدكاترة أوعية دموية. فتخيل كمية الحالات تقريبا على شبه يعني شكل شبه يومي تردنا هاي الحالات. هاي من 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 أدق الحالات اللي تصل، ناهيك عن الحالات الثانية اللي هي تصلب الشرايين عند مرضى السكر والقلب، اللي هو طبعا تعتبر حالات مرتفعة جدا على مستوى دول الخليج وخاصة في الإمارات. صحيح. أيضا دكتورة ديمة، من الأشياء الحقيقة المميزة والجميلة أن يعني في حالة وصول المريض إلى قسم الإصابات في مستشفى راشد، أيضا من ضمن فريق المعالج اللي يسعف المريض يكون طبيب أو استشاري قسم الاستشاري الأوعية الدموية، ويتم يعني تقييم المريض هذا وعلاجه وأخذه للعلاج فورا يعني في نفس الوقت. لو تحدثينا دكتور في هذا الموضوع على عجالة. نعم، للعلم ان احنا كدكاتره مثل ما تفضلت وقلتك اخ عبد الله ان احنا 7 اطباء. نعم. كلهم اطباء بين اخصائيين واستشاريين، ما في عندنا حد مثلا ممارس عام، بالتالي معاينه المريض من بدايه الحوادث الى ان يصعد الى العمليات الى متابعه ما بعد العمليات يتم تحت إشراف طبيب استشاري وطبيب أخصائي. نعم. صحيح. لأن الوضع لا يتحمل أنك أنت تسلم الأمر إلى أقل من هذا الليفل من الخبرة. يعني كله يكون الحمد لله على جاهزية تامة. الدكاترة عندنا مناوبين 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، نغطي مستشفى راشد، مستشفى دبي، مستشفى لطيفة بعض الأحيان في حالات طارئة جدا. عندنا طبعا جدول، سبحان الله العمل يتم مثل خلية النحل، ما عندنا أي تقصير، ما عندنا أي خلل أو أي مثلا نقص في تغطية الحالات. صحيح. هذا على مستوى الحوادث. نعم. أيضا دكتورة يعني موضوع الخلايا الأوعية الدموية، دائما هناك الجديد، دائما هناك يعني بحوث ودراسات تستجد في هذا الجانب. لو تحدثينا دكتورة ما هو الجديد الآن في هذا التخصص على مستوى هيئة الصحة بدبي؟ نعم، عندنا الحمد لله الحين مؤخرا يمكن اليوم أو بالأمس تم افتتاح أحدث قسم للقسطرة في مستشفى راشد على أعلى المعايير. عندنا مركزين للقسطرة في مستشفى راشد، بحيث أنك تعرف أنت الحالات الطارئة تزيد، مثلا النزيف الدماغ، مثل تهتك الشرايين تحتاج إلى أشعة تداخلية مستعجلة، أو مثلا انفجار في شريان الأبهر. كان أول عندنا مثلا مركز واحد، الحين صار في جهازين على أكمل الجاهزية وبأعلى المعايير أحدث الأجهزة متوفر. نعم. في مستشفى راشد، بحيث أن تتم إسعاف المرضى ومعالجتهم بالأشعة التداخلية مباشرة. ناهيك عن أول كنا نسوي العمليات بالجراحة المفتوحة. صحيح. مثلا تفتح البطن أمور. الحين هاي أكثر العمليات، خلينا نقول يمكن 99.9% تتم عن طريق القسطرة. وتخيل كيف مثلا الإفاقة والنقاهة ما بعد العملية. صحيح. الدكتورة دينا محمد القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد، كل الشكر والتقدير لك دكتورة، ونبارك لكم الحقيقة هذا القسم المميز والخدمات المميزة اللي تقدمونها. شكرا جزيلا. أشكركم. مستمعينا الأعزاء، فاصل، وبعد الفاصل عندنا موضوع مهم وحيوي، الأطعمة التي تعزز المناعة، مع الأستاذة فاطمة الخروصي أخصائية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتنا وإذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي. ومن هذا البرنامج أيضا نرحب بتواصلكم أو نرحب بمشاركاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-551-414، وعبر رسائل النصية القصيرة SMS 4006.
مستمعينا الأعزاء، عندنا رسالة شكر من مستمعنا الدائم الأخ أبو منصور، يشكر البرنامج على المعلومات الصحية الطيبة ويبارك أيضا برجوعنا مرة ثانية. شكرا الأخ أبو منصور، وشكرا لمتابعتك الدائمة للبرنامج. وأيضا مستمعينا الأعزاء، بخصوص الأخت أم خليفة اللي آخر رقم 911، بيتم إن شاء الله التواصل معك بعد الفقرة أو بعد الإذاعة مباشرة بعد البرنامج. مستمعينا الأعزاء، مع تغيير الفصول والمواسم وللوقاية بشكل عام، ينصح طبعا خبراء التغذية دائما باللجوء إلى الغذاء الصحي السليم، وخاصة المرتبط من هذا الغذاء بتقوية جهاز المناعة الذي يمثل حائط الصد الأول تجاه الفيروسات والميكروبات ومختلف الأمراض السارية وغير السارية. وفي هذه الحلقة يسعدنا ويشرفنا استضافة الأستاذة فاطمة الخروصي، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، للحديث عن موضوع المناعة والتغذية السليمة المعززة لها. أستاذة فاطمة، صباح الخير. صباح النور والسرور، أهلا وسهلا. الله يحييك أستاذة فاطمة، شكرا لك الحقيقة على يعني دائما تتحفونا بمواضيعكم المختلفة اللي تخص التغذية. وأيضا يعني يمكن نحن في الحلقات السابقة تكلمنا عن يعني أيضا النمط الغذائي، وأنا أتذكر يعني أنت شخصيا تكلمتي بأن الأنماط الغذائية وأيضا السلوكيات الفردية تؤثر على يعني تقوية المناعة عند الإنسان. فحابين نسمع منك أستاذة فاطمة عن موضوع تعزيز المناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة لتعزيز المناعة، إحنا عارفين أن الجهاز المناعي بشكل عام في جسم الإنسان هو خط الدفاع الأول. دائماً الشخص يفضل أن يحسن وظائف الجهاز المناعي عن طريق عدة أشياء، عن طريق أسلوب حياة صحي أو تناول طعام صحي. فهاي كلها يعني مفضل أن الإنسان يركز عليها، خاصة في وضعنا يعني حاليا على تغير الجو، انتشار العدوى والفيروسات. فمحتاج الإنسان أنه دائما يحسن جهاز المناعي عن طريق مثلا إذا كان شخص مدخن يمتنع عن التدخين، إذا كان مثلا التغذية عندها غير يعني شوية ضعيفة وحاول يحسن من التغذية، وفي نفس الوقت طبعا ممارسة الرياضة. نعم. بس بالنسبة للأطعمة اللي هي الصحية، إنه المفروض الإنسان يحاول أن يركز عليها خاصة في الفترة الحالية، هو الحمضيات اللي نقصد فيها البرتقال أو المحتوى عليها فيتامين سي عالي، مثل إحنا عندنا الجوافة بعد ممكن تكون هاي الجوافة، لأن تركيز عندنا الفيتامين سي جدا عالي فيها. احيانا فيفضل الانسان دائما فصل الشتاء ان يركز عليها، وفي نفس الوقت يكون ياخذها، لان معدل فيتامين سي عالي. عندنا بذور عباد الشمس او الحب الشمسي دائما موجود، يفضل يكون في عندنا في البيت، لان في فيتامين اي، وهذا الفيتامين بعد يساعد على ان يقلل من خطر الاصابه بنزلات البرد والانفلونزا، وهو مضاد فعال جدا للاكسده ويساعد على تقوية جهاز المناعي. نعم. عندنا عدة أطعمة ممكن أذكركم إياها، مثل الكركم، إضافة الكركم في الأطعمة، الثوم، عندنا الشاي الأخضر بعد فيه نسبة ممتازة من مضادات الأكسدة، عندنا الفطر بأنواعه، بعد ممكن إحنا الحلو في الفطر أن نقدر نضيفه في عدة وجبات مختلفة في اللي نقدر نستخدمه. عندنا الزبادي للأطفال وكبار السن، لأن الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة وتقوي جهاز المناعة جسم الإنسان. فكل ما كان الجهاز الهضمي عندنا قوي، كل ما كان جهاز المناعة عند الإنسان قوي. صحيح. فننصح فيه دائما تقوية الأطفال والبالغين وكبار السن. نعم، والأخص حين يعني أستاذة فاطمة في الوقت الحالي مع جائحة كورونا، أيضا يعني الكل يحتاج أن يكون عنده الجهاز المناعي قوي، ودائما مثل ما أنتم تنصحون لابد أن يكون نمط الحياة اللي يعيشها الإنسان يعني يكون بشكل متوازن في كل شيء، سواء في السلوكيات اليومية، في التغذية، الرياضة. حتى لو تذكرين قبل فترة تكلمنا عن النوم ممكن يأثر، يعني إذا الإنسان ما يرقد ساعات يعني اللي يحتاجها من الراحة،
التوتر، القلق، هاي الأشياء كلها ممكن أنها تقلل المناعة لدى الإنسان. فهي كلها مثل ما تفضلت أستاذة فاطمة منظومة متكاملة ومتوازنة لابد الإنسان أن يركز عليها. احيانا حتى الحفاظ على الوزن اخوي، بالنسبه لحفاظ الوزن في ناس عندهم مثلا سمنه زائده او مثلا عندهم زياده اي زياده في الوزن، يفضل انه في الفتره هاي يحاولون يوصلون للمستوى الطبيعي او يحاولون تكون اوزانهم طبيعيه، لان عشان يتجنبون الامراض، لان كل مكان الانسان عنده زياده وزن او سمنه كل مكان مناعته ضعيفه. نعم. ايضا مثل ما تفضلت ساعات النوم يجب ان تكون تقريبا يعني ما بين 7 ساعات و6 ساعات يفضل، إذا كان أقل شيء أو السهر الزائد هاي ممكن تقلل من مناعة الإنسان. إجراء الفحوصات الدورية بعد مهمة للأشخاص اللي هم دائما يحسون أن جهازهم المناعة ضعيف أو ممكن ينقطون الأمراض، بسرعة يفضل دائما يكون عندهم متابعة في الفحوصات الدورية عشان يشوفون شو النقص اللي عندهم من فيتامين دي أو فيتامين، أي نوع من الفيتامينات أو فيتامين باء، أيضا هذا يقلل من المناعة إذا كان عنده أقل. نعم. وعندنا النشاط البدني مهم جدا طبعا لجميع المراحل العمرية، إحنا ما نقصد فيها البالغين بس، حتى يعني لو كبرت في السن الحركة في البيت، استخدامهم للأشياء البسيطة أو ممارسة الرياضة البسيطة للأطفال، ممارسة الرياضة حتى لو كانت في البيت، على مثل ما قلنا احنا من كل الناس على بعد وتغير شوية، صار ان الانسان مارس حياته ونشاطه في البيت، يفضل انه ما توقف ويستمر فيها. دائما الانسان يفضل يتمتع بالايجابية، لان التفاؤل والايجابية بعد يقوي جهاز المناعي. صح. فهذا بعد مهم جدا ان الواحد يشعر بالتفاؤل والايجابية. نعم. الاستاذة فاطمة الخروصي اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، شكرا جزيلا لك. ومستمعين الأعزاء، أطعمة تعزز المناعة إلى صحة المسنين ومرض الزهايمر. الزهايمر أحد أمراض العصر ومن الأمراض المتنامية في مختلف مجتمعات العالم في أوساط المسنين. والزهايمر أيضا أو كما تعرفه منظمة الصحة العالمية بالخرف، وهو الاسم الأشمل كما تقول، يعد أيضا متلازمة تتخذ عادة طابعا مزمنا أو تدريجيا، وهي تحدث بسبب مجموعة مختلفة من الأمراض الدماغية التي تطال الذاكرة والتفكير والسلوك والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. وتشير أيضا التقديرات مستمعين الأعزاء إلى أن عدد المتعايشين مع الخرف بلغ إلى في جميع أنحاء العالم نحو 47.5 مليون نسمة، وسيرتفع هذا العدد نحو 75 مليون بحلول عام 2030. وتشير أيضا التقديرات إلى أن حالات الإصابة ستزداد لتصل ما يفوق 3 أضعاف. ولأهمية هذا الموضوع والأرقام المتزايدة حول موضوع الزهايمر، معنا اليوم الدكتورة زينب فتحي، السيد أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتورة صباح الخير. صباح النور. الله يحييك دكتورة. ومثل ما سمعنا أو قرينا أن هناك في أرقام الحقيقة يعني مخيفة بخصوص موضوع الزهايمر، ومثل ما قرينا في المقدمة أن الزهايمر، ومنظمة الصحة العالمية تقول أنه الزهايمر وهو جزء من الخرف. ما الفرق دكتورة؟ شو الفرق بين هذه المصطلحات العلمية؟ الزهايمر أو المرض الأشهر بالنسبة لموضوع الخرف بالعموم، هو يمثل حوالي 60% من الخرف. نعم. من مرض الخرف، لذلك هو أشهر واحد فيهم. الخرف اللي بيحصل للمرضى اللي هو ما يفوق عمرهم 65 سنة، تبقى ليه أسباب عدة، منها إن يحصل نقص تروية في الدماغ بسبب تخثرات أو جلطات ممكن تحصل معاهم، بس النسبة دي أضعف بكتير من مرض الألزهايمر نفسه. مرض الألزهايمر أحد الأسباب للخرف، ويمثل 60% من الأسباب للخرف في العموم بالنسبة للعمر ده. الألزهايمر بيبقى فيه فقد للقدرات المعرفية، ليه مراحل مختلفة، ليه تقريبا حوالي 6 مراحل أو 7 مراحل على حسب ما آخر دراسات بتتحدث عنه. المرحلة الأولى بتبقى
فيها تبقى بسيطة جدا تكاد لا تلاحظ بالنسبة للمريض أو للناس حواليه. فيما بعد بتاخد لها ممكن وقت يبقى يكاد يطول على حسب المدة اللي ممكن هتظهر فيها الأعراض الأخرى اللي هي بتبقى أعراض بسيطة في النقص في القدرات المعرفية للمريض. نعم دكتورة زينب، يعني لو تحدثنا شوية بشكل أكثر يعني سهل لمستمعينا الأعزاء من خلال القسم اللي موجود في مستشفى راشد والخدمات اللي تقدمونها أنتو، شو التحديات اللي تواجهكم في هذا الموضوع بالنسبة للفئات المسنين اللي ممكن يتم تشخيصهم بهاي الأمور، يعني من ضمنها طبعا الزهايمر؟ احنا طبعا يعني انا اقدر اقول لك دلوقتي درجة الوعي بالنسبة للمرض بقت احسن بكثير. صحيح. لو هاجي اقارن مثلا من حوالي 10 سنين فاتت لدلوقتي درجة الوعي بقت اعلى كتير. المرضى الاول كان لما بيظهروا عن بيجوا للطبيب كان بيبقى في مراحل متقدمة للمرض، يعني الاعراض كانت تبقى واضحة بالنسبة لي المريض وللأهل. في الوقت الحالي لا، الأهل بقوا بيجيبوا المريض أو حتى في بعض الأحيان حاليا بيبقى المريض نفسه بيبتدي يشتكي ويقول لك أنا بنسى. صحيح. فبيجي في مراحل بدري شوية، فبدرجة الوعي بقت أحسن يعني مع الحملات التوعوية اللي زادت في الأوانة الفترة من ساعة ما بدأ مرض الألزهايمر يبقى متعارف عليه بين المجتمع، فدرجة الوعي بقت أحسن. نعم. أيوة. نعم دكتورة كنا حابين أيضا نعرف يعني المرض هذا مرض الزهايمر ومثل ما قرينا في المقدمة بأنه يصيب يعني فئة المتقدمين في العمر، لو تحدثينا دكتورة شو هي الممارسات يعني الصحيحة أن الإنسان أنه ممكن يعني يمارسها على أساس أنه يعني ما يوصل إلى هاي المرحلة، مرحلة الزهايمر أو الخرف، أو يعني نسهل الموضوع كيف الواحد يحمي نفسه من هاي المشاكل اللي ممكن يعني تصير له مستقبلا؟ هل هناك بعض السلوكيات اللي ممكن يعني الواحد يمارسها او يعني ياخذها بعين الاعتبار يعني في خلال يعني يومه او ممارساته في الحياه اليوميه؟ احنا دلوقتي بنواجه تزايد في الاعداد بالنسبه كمرض، نسبه المرض الألزهايمر. لو جينا قارنا ليه زمان ما كانش فيه دلوقتي بقى فيه، من أهم الحاجات اللي هي تمنع أو كوقاية للمرض ده التغذية السليمة. نعم. النوم بشكل صحي. صحيح. ممارسة الرياضة. قلة القلق، يعني من أكبر الأسباب المؤدية إلى مرض الألزهايمر أو الخرف الاكتئاب والقلق الحاد. ولكن هو الحاجات اللي هي بتؤدي إلى المرض ده. صحيح دكتورة. أيضا يعني أنت ذكرتي بأن ممكن القلق وممكن يعني عدم أو النمط الغذائي الغير سليم أو حتى السلوكيات الغير سليمة، يمكن الإكثار من الأكلات اللي فيها الدهون أو السهر، وكل هالأمور ممكن تؤثر. ولكن إذا نحن دكتورة تحدثنا عن هذا الموضوع، إذا عندنا مثلا شخص مصاب، طبعا يعني علاج الشخص هذا يتم ليس فقط يعني من الجانب العلاجي، يمكن في كثير من الدعم اللي يحتاجه أيضا الإنسان هذا من الأسرة من العائلة، فكيف يعني يتم تثقيف أو دعم الأسرة إذا كان عندهم شخص مصاب بهذا الموضوع؟ أنتوا دكتورة كقسم كفريق طبي شو النصائح اللي تقدمونها لأهل المصاب بحيث أنه يعني يتم التعامل معه بشكل يعني علمي وبشكل صحيح على أساس أنه ما يتم يعني مضاعفة هاي الأعراض؟ طيب هو لأنه
شوف العلاج لمرض الألزهايمر بياخذ اكثر من مراحل واكثر من محور. صحيح. سواء كان العلاج دوائي او العلاج بيبقى مع بالتعاون مع الاهل. صحيح. والعلاج المجتمعي. صح. بالنسبة للمراحل العلاج، أول حاجة إن هو لما المريض يبتدي يبان عليه بعض الأعراض، أول شيء تاخده للطبيب المختص عشان يقدر يعمله الفحوصات إن هو يعرف فعلا هل هو مريض ألزهايمر أو هي أعراض مؤقتة بسبب أي مشاكل صحية تانية أخرى. في حال تم التشخيص إن هو مريض ألزهايمر، بيبتدي الطبيب لي طبعا بيقع المريض تبع تحت فحوصات عقلية وعصبية، وعند وصول التشخيص لمرض الألزهايمر بيبتدي علاج، يعتمد العلاج الدوائي أنهي مرحلة هو واصل إليها، وبيبتدي الدكتور سواء بدواء أو دوائيين على حسب المرحلة اللي واصل ليها الوالد أو الوالدة، يعني على حسب المريض اللي هم جايينه معه. صحيح. زائد إن بيبقى فيه طبعاً يعني مرحلة توعوية للأهل إن هو في طريقة تعامل معينة مع مريض الألزهايمر. مريض الألزهايمر ما بيحتاجش إن أنت تبقى تشد عليه. صحيح. لأن بيبقى عنده طبعاً هو بيبقى في بداية المراحل بيبقى عارف إن هو ما مش في وضعه الطبيعي، بدأ ينسى وبس مش عارف هو بينسى ليه. صحيح. لهذا دكتورة يعني عفوا المقاطعة، لهذا دكتورة الجانب مثل ما تفضلتي الجانب النفسي والجانب الاجتماعي مهم جدا في هاي المرحلة. طبعا. نعم. المرحلة دي مهمة جدا، لأنه هو لو بدأ يلاحظ إن يعني من ضمن الأسئلة المتكررة جدا إن يبتدي يقول لك لا ده مش بيتي على نهاية اليوم مثلا، ده في المرحلة المتوسطة للمرض. لو الأهل هيبتدوا يقولوا لا ده بيتك ويصروا عليه في فكرة معينة هو مقتنع بيها، هيبتدي هو يفقد التراست الثقة ما بينهم، ويبتدي يفقد الثقة في نفسه، فهيبقى الحوار فيه مشادة وعدم تقبل لأي مثلا أي تعليمات هيجي يتحوط فيها بعد كده. فإحنا في العلاقة ما بين الأهل وما بين مريض الألزهايمر مهم جدا إن العلاقة دي تستمر بشكل الثقة المتواصلة ما بينهم، عشان هو يقدروا يتحاوروا معاه ويقدروا يتعايش هو كمان مع المرض. نعم. لازم ان هو هيبقوا ما يبقاش المريض كشخص عنصر بدام عنده خلل في القدرات العقلية، يبقى لا مش متشارك معاهم في حياتهم، لا بالعكس المفروض هيبقى متشارك معاهم في حياتهم، لان مريض الألزهايمر مش طول الوقت، مش معنى ان هو تشخص انه ألزهايمر هيبقى ساعتها بيفقد قدراته العقلية طول الوقت، لا في أوقات بيقدر إن هو يسترجع ويقدر يبقى معاك في أرض الواقع ويقدر يتحاور معاك بشكل طبيعي. صحيح. بتختلف المسافة أو المدة اللي هو بيقدر يعيش فيها بالشكل الطبيعي معاك في أرض الواقع العادية من مرحلة لمرحلة، بتقل مع تقدم المرض، كل ما زاد المرض كل ما المرحلة كل ما إمكانياته إن هو يبقى موجود في أرض الواقع أقل شوية. صحيح. بس إحنا نقدر نستغل الوقت دوت بإن إحنا نقدر نتحاور معاه بشكل طبيعي. ومثل ما ذكرتي دكتورة بأن مهم لأفراد العائلة، يعني مثلا إذا لاحظوا بعض السلوكيات الغير طبيعية من الشخص، مثل ما ذكرتي دكتورة يفضل أخذ الشخص هذا إلى المستشفى أو الطبيب ليتم تشخيص الحالة، حتى يتم يعني إعطائه البرنامج المتكامل للعلاج. ومثل ما مثل ما ذكرنا دكتورة معاك بأن العلاج لا يختصر فقط على الدواء، يعني هو برنامج علاجي متكامل، الدواء والجانب العاطفي النفسي الجانب السلوكي يحتاج دعم من أفراد الأسرة أيضا. طبعا طبعا، زي ما قلت لحضرتك هي زي سلسلة ما بين المريض
والأهل والطبيب والمجتمع. نعم. لو السلسلة دي تكاتفت مع بعض هنقدر ان احنا نقلل تدهور، سرعة تدهور الحالة. صحيح. وانها توصل ان هو يبقى المريض فيما بعد طريح الفراش. نعم. دكتورة زينب فتحي السيد، أخصائي طب المسنين بمستشفى راشد بدبي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن الحلقة هاي قدمت لكم المعلومات المفيدة إن شاء الله. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع صحي وسعيد. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، وفي التنسيق والمتابعة ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.